واحد بيقول انا طالب بكلية الحقوق، وهذا مما يترتب عليه ان اعمل في هذا المجال اللي هو المحاماة. ومن طبيعة هذه المهنة انه اذا اتى سارق او قاتل وكنت اعلم انه مذنب، فمن واجبي ان ادافع عنه لكي يبرأ في ساحة القضاء. فهل هذه خطية ام هي تنفيذ لواجبي تجاه المهنة؟ لا، محدش قال لك انك انت كمحامي تخالف ضميرك. افتكر من الامثلة الجميلة جدا في المحاماة المهاتما غاندي الزعيم الروحي للهند. كان في الاول محامي في جنوب افريقيا قبل ان ينتقل الى الهند. وكان من طباع غاندي ان اي واحد يطلب منه المرافعة في قضية يقول له سيبها لي كم يوم ادرسها وبعدين اقول لك، فاذا وجد الحق في جانبه يقبل ان يدافع عنه، واذا لم يجد الحق في جانبه يعتذر عن ذلك. ولذلك كان كل القضايا اللي بيترافع فيها غاندي كان القضاء يحكمون في صالح. ولكن مع ذلك لو كان شخص مذنب وطلب منك انك تترافع عنه، في القضية يوجد عنصر مادي وعنصر معنوي. العنصر المادي ما تقدرش تنكر ان السارق سرق او ان القاتل قتل، لكن جايز من الناحية المعنوي تطلب التخفيف عنه لأسباب معينة تختص بالقضية. اذا كان يستحق ان يخفف عنه، انت مش مطلوب منك كمحامي انك تبرأ كل المتهمين، لا ابدا. ممكن متهمين تطلب التخفيف في الحكم عنهم لظروف معينة كانت خاصة به. ومع ذلك المحامي على انواع. في محامي في حاجات جنائية زي اللي بتقولها دي، سرقة او قتل او حاجة زي دي، وفي محامي خاص بالضرائب، وفي محامي خاص بالعلاقات التجارية، وفي محامي خاص بالامور المدنية يعني، وفي محامي خاص بالاحوال الشخصية قضايا الزواج والطلاق. فمش ضروري انك انت تخش في الناس بتوع الاجرام وضميرك يتعبك، خش في انواع اخرى وتبقى محامي برضو وتنجح وكل حاجة.